يا بشونكم شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح تتونسون كل شيء بهذا الفلوج، متاكد بسوق الصفافير. بس قبل ما يبلش هذا الفلوج لا تنسون تسوون لايك للفيديو وتشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس. وش؟ هسه احنا متوجهين لسوق الصفافير. هسه انا موجود ورايا بالضبط هو سوق الصفافير. هذا سوق الصفافير يعتبر السوق الاول لصناعه النحاسيات بالعراق. راح نشوف ونحاول ان نحكي ويا اصحاب المحلات. تعالوا يلا. هذا هو سوق الصفافير. تفضل يابا. السلام عليكم. عليكم. شلونك عمو؟ شلون صحتك؟ هلا. تقدر تحكي لنا شويه عن سوق الصفافير؟ صار لك كم سنه وصار لك ايش قد هنا تشتغل؟ اول ابا عندي يعني من زمان. زهو شنو مختص بشنو؟ يقولون مختص بس الصفافير. انتهى هسه بعد الصفافير ماكو؟ ليش؟ كم محل؟ كان 124 محل. ايه هسه تقريبا ما يتجاوزون 10 محلات. 10 محلات بقوا؟ شنو السبب؟ رعايه اول شيء ماكو، سياح ماكو. سياحه ماكو. سياحه ماكو. مع العلم ماكو مدام. مع العلم هو هذا يعتبر مكان سياحي مهم. احنا خلونا هسه على الغالب. ويلي. كان قبل يساعدونا بالنحاس وهاي. هسه ماكو ابدا. هسه مو يمنا. للاسف. هذا كله موجود. انا اشكرك. هاي حقيقه. اي صح. هاي مكانات تعتبر من الاماكن السياحيه المهمه ببغداد. وبالعراق سوق الصفافير إلى اسمه من ذاك الوقت. يعني ماكو لا اهتمام، لا اكو امور يعني تساعد الناس اللي موجوده هنا اللي بالمحلات. بعد جمال، بس تشوفون الجمال مال الصناعه، هذا كله صناعه يدويه عراقيه بحته. شوفوا هذه الاماكن اللي هي تعتبر اماكن سياحيه من الدرجه الاولى، هذه اماكن مهمله. بيا سنه زارتكم اندير غاندي؟ صدر زمان صدر جابوها هنا. والله جابوها، شافت الصناعه العراقيه في حين هم الهنود بالصناعه مالتهم احسن من عندنا مليون قاط، بس بالحرفيه مو مثلنا. العراقيين بالحرفيه كلش ممتازين. جو شافوه هي بس شنو الفرق؟ للاسف هسه ماكو ما حد يدق. اي ماكو. لعد راح اوجه الكاميرا عليه وتجاوبني، بس صوتك يطلع عن سوق الصفافير، انه ما له اهتمام هسه. هسه ماكو مو معيد هوايه جو حب. اغاتي لا تطلعني بالصوره. لا ما مطلعك ابدا، طالع بس اني امانه الله ثق بالله. ماكو انهمل بس مره ميت.
من الصبح الى ساعة بالثنتين بس عربانات وازدحام وماكو لا شغل ولا عمل. زين عمر صار لك ايش قد انت هنا بالضبط؟ انا هواي صار لي من 66 من 66 يجون بجانب يجون سواح مهرجان بابل مهرجان المربد وفوش شخصيات الاجانب يجون بالثمانية بالليل هنا كنا نفطر. ايه هذا من سنة 63 وعدك الحساب انت اللي بالنص مو صح؟ هذا اني هذا اخويا هذا ابويا بال 63 هذا هو سوق الصفافير الجميل المهمل من السياحة واهل سوق الصفافير كلش يعانون من هذا الموضوع. انا قبل شوي كنت قاعد يوم رجال موجود هناك حكى لي عن المعاناه اللي يعانوها بسوق الصفافير. ماكو اهتمام من وزاره السياحه. هذا مكان سياحي عظيم من الدرجه الاولى بناس طيبه بالبغادله الاصليين اللي موجودين اللي هم اسسوا العراق اللي هم بنوا العراق اللي هم لحد هذا الوقت دي يصنعون ودي يورثون هذه الاشياء الاولاد. واكثر هذه المحلات اللي موجوده هنا بسوق الصفافير هي مورثه من الاباء والاجداد. يعني انا قبل شوي كنت يم الرجال شوفني شجره العائله وفضفض لي فضفض وحكى لي اشياء يعني توقف العقل صدق توقف العقل. هذه الأبنية البغدادية القديمة موجودة بسوق الصفافير وتعود اليهود العراق اليهود بغداد اللي كانوا هم موجودين ومن سكنة هذه المناطق. شوف مع البناء كله قديم. شلون ترشي خبل هالخلق نشاف والفي ورقة هالخلق نشاف والفي يعني تريد بس تجبن لو انت ويا سوى هذا جبن عراقي اصيل يابا مثل ما شفتوا هذه هي الجولة اللي كانت بسوق الصفافية. بس أنا من داخلي كلش انقهرت على هذا المكان لأن هذا المكان مهمل من وزارة السياحة
وكلنا نتمنى أنا واللي اللي يتابعوني أن وزارة السياحة تهتم بهذه الأماكن اللي أن تعتبر ثروة سياحية جدا مهمة. سوق الصفافير أو سوق الصفارين تسمى بهذا الاسم نسبة للصفر اللي هو معدن النحاس اللي يصنعون من عندها هذه المواعين والخواشيق والقواري والدلات اللي شفتهم بالتصوير. وكل شخص عنده معلومات عن سوق الصفافير خلي يكتب لنا بالتعليقات حتى كلنا نستفاد. هذا الفلوق خلص، أني أحبكم هلقد وأتمنى تكونوا متونستوا. لا تنسون الاشتراك بقناتي وتفعلون زر الجرس وتسوون لايك للفيديو. في مالا يا هالبلد من شاف والبي ورمى طلع فاق.